مشاهيركم دلوقتي وبيقولوا يا عيني شاب، وبعد كده يقلبوا يتفرجوا على تمثيليه ولا اغنيه. لا انا بقول لكم الدور جاي عليكم برضه. انا كنت قاعده في بيتي وكان في حيني شري واتفاجئت بابن اخويا، ها ظهرت عمرنا كله، شاب 19 سنه يترمي في المستشفى بغيبوبه برصاص في المخ وتعذيب. بتعذب ليه؟ عمل لكم ايه؟ ابننا بلطجي وقبضوا عليه وحجموه وقعدوه في السجن. مش يدوله رصاصه في دماغه؟ يدوله رصاصه في دماغه تشيلوه. ابننا بيصور جرافيك، بيصور جرافيك ممتاز ومحترم، تخبطوه برصاصه في دماغه وتعذبوه العذاب ده كله. 5 ايام ندور عليه والاخر نرمي في مستشفى باسم مجهول. الولد في غيبوبه جنبه اليمين كله واقف مش قادر يطلع ولا يتكلم. احنا واقفين هنا عشان عايزين نجيب حقه هو وكل اللي زيه. خلاص عشنا زي ما عشنا وافتقرنا واتدينا وقلنا عشان ولادنا يعيشوا، تقوموا تموتوا ولادنا كمان ليه؟ ليه عمال لكم ايه؟ عشان بيقولوا لا؟ ما يقولوا لا، بفل الديمقراطيه اللي بتقول عليها يا مرسي. اتهم اي بني ادم ليه سلطه في قلب البلد ومش قادر يحقن الدم، مش قادر يعرف فين حق ولادنا ويجيبه لنا. عايز ترتاح يا مرسي وتقعد على الكرسي؟ هات حق ولادنا من اول 2011، من اول خالد سعيد وقبل خالد سعيد لحد النهارده. كلها يا عمر، انت كل اللي زيك.